رجل أعمال مصري شايف إن الأجازات الرسمية الطويلة زي أجازة العيد هي مضيعة للوقت وتعطيل للمصالح. من يومين تقريبا نشر محمود خطاب، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك، واللي ما يعرفش بيتك فهي من أكبر محلات البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية في مصر. نشر البوست ده على لينكد إن على حسابه الرسمي، واللي بيقول فيه إن الأجازات الرسمية الطويلة زي أجازة العيد الأخيرة اللي هي كانت لمدة 6 أيام هي عبارة عن تعطيل للمصالح ووقف إنتاج وشلل تام في الوقت اللي احنا بنعاني منه في مصر من انخفاض سعر العملة وغلاء المعيشة، وإن احنا من الآخر يعني محتاجين نشتغل أكتر من كده طول الوقت عشان نقدر نبقى منتجين أكتر، خاصة بعد شهر رمضان اللي بيكون فيه ساعات العمل أقل من المعدل الطبيعي، وإن لسه في أجازات تانية جاية كتير زي عيد تحرير سينا وشم النسيم وعيد العمال وغيرهم من الأجازات. بس طبعا زي ما هو متوقع حصل هجوم شديد جدا في الكومنتات، عدد كبير قوي من الناس دخل يهاجم الشركة، وفي ناس كتيرة قالت ان مرتبات الشركة دي تحديدا معروف ان هي قليلة جدا في السوق، لدرجة يا جماعة ان كان في كومنت بيقول انه في الخليج بيسموا عمال الشركة دي هم عبيد. بيقول انا ما كنتش عارف اصل الموضوع بس احنا تعودنا ان احنا نقولها في هزارنا. وفي ناس تانية استشهدوا في الكومنتات ببلاد تانية متقدمة زي الصين وغيرها من البلاد الاوروبية، وقالوا ان الدول دي اصلا بتاخد اجازات طويلة يمكن اكتر من مصر، وان في بلاد تانية اصلا بتشتغل 4 ايام بس في الاسبوع، والموضوع ده ما اثرش تماما على انتاجية الشغل، وان الموضوع كله متعلق بالمايند سيت بتاعت اصحاب العمل والموظفين مش اكتر. بعد الهجوم الكبير اللي حصل هو اضطر يرد في بوست تاني منفصل زي ما انتوا شايفين كده في البوست، هو كان متضايق قوي من ردود الناس عليه، وبيقول ان المفروض يكون عندنا ثقافة الحوار اكتر من كده، وان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. وكمان استشهد في الاخر بمقولة للامام الشافعي اللي بيقول فيها قولنا صواب يحتمل الخطأ وقولهم خطأ يحتمل الصواب. انتوا شايفين ايه يا جماعة؟ شايفين ان فعلا اجازات الرسمية الطويلة بتوقف الانتاجية وبتشل حركة البلد تماما؟ يعني من الاخر انت تقدر تشتغل في العيد؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات.